السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا متفقين على أن القرآن الكريم فيه إعجاز لغوي، بدليل أن لما المشركين أنكروا وحي القرآن تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل. وكمان خلونا متفقين على أن المشركين والمسلمين أدركوا وشعروا بالإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، لكن هل فعلا قدروا يعبروا عن الإعجاز اللغوي؟ ولا حاولوا يوصفوا الإعجاز اللغوي ده ولكن ما كانش في إيديهم الأدوات العلمية الدقيقة اللي توصلهم للمعنى الحقيقي الدقيق للإعجاز اللغوي في القرآن الكريم؟ هنلاقي إن القدماء تكلموا عن مظاهر دقة اختيار الألفاظ، عن مظاهر الصور البلاغية الراقية، وعن تناسب الآيات والسور. لكن هل المظاهر دي تثبت فعلا الإعجاز؟ الحقيقة لا، كل المظاهر دي لا تثبت الإعجاز اللغوي اللي هو أن يعجز البشر أن يأتوا بمثل. ولذلك قال البعض بالصرف، يعني أن القرآن ممكن الناس أن يأتوا بمثله لكن الله منعهم من ذلك، صرفهم عنه. وده طبعا غلط، لكن اللي قالوا كده قالوا لأن المظاهر اللي وصف بها الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم بالفعل ممكن البشر أن يأتوا بمثله. فعلا في أدباء ولغويين في كل اللغات عرب وعجم يقدروا يأتوا ولو بفقرة واحدة أو ببيتين شعر تتحقق فيهم دقة اختيار الألفاظ، رقي الصور البلاغية، وتناسب وتناسق الترتيب، بل وعشرات منهم أتوا بذلك فعلا. فهل هنقول إنهم تحققت فيهم مظاهر الإعجاز اللغوي؟ هل هنوصفهم بالإعجاز؟ أو هننسبهم للوحي بناء على دقة اختيار الألفاظ ورقي الصور البلاغية وتناسب وتناسق الترتيب؟ أكيد لا طبعا. يبقى مش هو ده الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم اللي كان مقصود من التحدي القرآني، مش هو ده اللي يعجز الإنس والجن من عرب وعجم في كل زمان ومكان أن يأتوا بمثل. الله عز وجل قال في القرآن: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى ايه هو الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم وازاي نقدر نثبته بطريقة علمية تحليلية تقيم الحجة على اي انسان في اي مكان وزمان وبأي لغة كان؟ ده اللي هنجاوب عليه ان شاء الله رب العالمين في رحلتنا في كتاب المعجزة، إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم للدكتور احمد بسام ساعي. فتابعونا واربطوا الأحزمة. أما قبل وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.